بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنكمل الشابتر، الجزء الثاني من الشابتر الثالث، واللي كان بيحكي عن الميموري ادرس ديكودينج، يعني كيف عملية فك تشفير الادرسينج في الذاكرة. المعروف ان السي بي او بيعطينا العنوان بروفايد ذا ادرس لمكان الداتا وين مخبى او وين مخزن في الذاكرة، لكن وظيفة مين هي تحليل او يعمل ديكودينج لهذا العنوان عشان احدد بالضبط ويعمل سيلكتنج للميموري بلوك المناسب اللي مخزنه فيه البيانات او الداتا اللي بدنا اياها. هذا طبعا وظيفه مين؟ دائره ايش؟ الديكودينج سيكيورتي. ايش ديكودينج سيكيورتي؟ طبعا سيكيورتي، طبعا من سيركت يعني، تمام. دائره ايش؟ الديكودينج عشان اعمل لوكيتنج لايش؟ للميموري بلوك اللي مخزن فيه البيانات تبعتنا. فعندنا هن various methods used in decoding the addresses. في عندنا أكثر من طريقة اللي نعمل using إيش نستخدمها من أجل decoding in إيش the addresses. في عندنا الإسرام والروم for the sake of simplicity حنتم التطرق إلها واستخدامها في المحاضرة هذه. عشان بسط الأمور حنستخدم الإسرام والروم memory، تمام. الميموري chips have one or more pins called CS. CS يعني ايش؟ chip select، بمعنى انه في كل memory chip في عنا بن خاص اسمه chip select او CS اختصاره، وهذا بيعمل trigger له عشان نفعل انه هذا memory chip اي ايش مفعل الان من اجل نعمل عليه read او write، يعني ناخذ منه او نخزن عليه بيانات. CS must be activated to access the memory's content، يعني بمعنى عشان نخش على memory content لازم نعمل activation لل CS. طبعا sometimes CS also referred to as chip enable CE، ما بسموه برضو احيانا البن هذا بدل CS بسموه CE اللي هو chip enable، تمام. In connecting a memory chip to the CPU لازم نلاحظ الاشياء التالية عشان نعمل يعني نشبك الوصل، نوصل CPU مع memory chip لازم نعمل ايش؟ نلاحظ النقاط التالية. اول حاجة the data bus of the CPU is connected directly to the data pins of the memory chip، بمعنى انه الداتا موصلة مباشرة من CPU الى ايش؟ الى البنز تبعات الايش؟ الداتا في الميموري chip. في عندنا غير هيك control signals زي الميموري read الميموري write، بيكون متصلة من CPU connected بيكون موصلة مع مين؟ لا ايش تو ذا او ايش او اي اللي هي اوتبوت انيبل، يعني اخراج يعني يكون متاح الاخراج من الاوتبوت من الميموري، ورايت انيبل اللي هي مسموح الادخال على الميموري الميموري تشيب، طبعا اوف ذا ميموري تشيب، يعني او اي والدبليو اي من الميموري تشيب. ذا ان ذا ادرس تيوب باسز وايل ذا لوور بيت of the addresses form the CPU up to the memory chip address bins. The upper ones are used to activate the CS bins of the memory chip. يعني في الـ address buses لما قلنا قلت مثال في المحاضرة الماضية، يعني لو عندنا قلنا 4 hexadecimal bits بيطلع لنا 16 ايش؟ 16 bit، لأنه كل صفر كل رمز أو كل digit من الـ hexadecimal بيكون 4 bit. فاللور بيكون بيعطوا العنوان نفسه، تمام، بيعطوا العنوان اللي حنخش عليه في الميموري تشيب، والابر اللي هم اخر اربعه بتات يعني اخر اربعه بتس هذول حيحددوا يعملوا اكتيفيشن للميموري تشيب واي واحد، فماش بيستخدموه هم تو اكتيفيت ذا سي اس بنز في الميموري تشيب. كيف بصير الكلام هذا؟ هذا كلام بده دائره معينه وهي اللي حنحكي عنه ان شاء الله، تمام. Simple logic gate address decoder، هذا اللي في logic gate address decoder اللي هو بوابة بسيطة من أجل نعمل addressing نعمل decoding على addresses. The simplest method of constructing decode security is circuitry اللي هي من circuit يعني is the use of the NAND gate، ماشي. The output of a NAND gate is active low
بمعنى انه الناند جيت بتعطي دائما في الاوتبوت تبعها شو يكون صفر اكتف لو. And the CS البن اللي هو chip select بن is also active low which makes them perfect match. يعني هدول بيكونوا هم مع بعض بيعطوا ايش الزوج المثالي عشان يقوموا بعملية يكونوا متصلين مع بعض. فبالتالي ابسط شيء نستخدم NAND gate من اجل تفعيل مين؟ من اجل تفعيل chip select عشان يصير يستقبل الادرس. If CS input is active high an AND gate must be used. إذا كان الـ SCS بتم تفعيلها بالـ على الـ 1 مش على الصفر يعني active high نستخدم الـ AND بدل مين؟ بدل الـ NAND gate. AND gate بيكون أفضل استخدامها. تمام؟ Using a combination of NAND gates and inverters and any address can be decoded. باستخدام combination من الـ NAND gate و inverters على المداخل بكون اي ادرس ممكن يعملها ديكودينج. كيف بصير الموضوع هذا؟ في المثال عندنا مثلا العناوين من A15 لA12 must be 0011 in order to select the chip. يعني عشان نستخدم نوصل للعناوين في الذاكره من A15 للA12 مثلا لازم يكون عندنا الشيب سيلكت هذا يكون عندنا عفوا اللي هو ال 001 لازم يكون مستخدم عشان ايش يكون موجود على ايش عشان الشيب سيلكت يكون اكتف. كيف هذا؟ The result in this assignment of address 300H to 3FFFH يعني هذا to this memory chip. بمعنى من الـ A12 للـ A15 حناخد كيف انه عندنا من الهكساديسمال نمبرز عندنا 3000 تمام to 3FF بالهكساديسمال. بمعنى انه بناخذ بنلاقي عندنا هان ايش الرقم عندنا 011 مزبوط هذا هو اول واحد على ايش اقصى اليسار بعدين اربع اصفار اربع اصفار اربع اصفار فيكس ديسيمال لعندية العنوان اللي بكون في الاخر فيه ثلاثة اللي هو بكون فيه مكتوب شو 0011 على الثلاثة وايش مكان بعد اف اف اللي هو 111 111 اربع وحدات اربع يعني اربع مرات وحدات اربع وحدات 111 111 واحد 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 تمام يعني كل الرينج هذا من عندي في الهكساديسمال 0011 وبعديها اربع اصفار اربع اصفار اربع اصفار لعندي 0011 اللي هي الثلاثه بالهكساديسمال لعندي 111 اربع مرات 1111 اربع مرات في الاف الثانيه هذا هذول بيكون هذا الاسايمنت اوف ادرس هذه الرينج هذا في النور تشيب باستخدام الطريقة هذه تمام must be 0011 عشان نعمل select chip select في النان جيت عشان نقدر ايش نستهدف العناوين في الرينج هذا زي ما لاحظتوا لو لاحظتوا انه هذه هي عبارة عن ايش اللي هي الثلاثة اللي عندنا هذه واللي هي عبارة بتكون عندنا مفروض الابر ايش الابر بنز في ال في ال في الذاك في اسمه في الاوتبوت تبع ايش تبع السي بي او اللي هي بتكون بعد 12 جايه تمام يعني بكون 13 14 15 اللي هي اخر شيء 13 14 15 اللي بعد الايش بعد الجات بعد 12 عمليا يعني اخر شيء بكون انها من صفر قلنا بالهكساديسيمال من صفر لعند 15 مظبوط اخر اربعه بنز فيهان الابر ابر بنز هذول الاربعه بكون محجوزين عشان نحط فيهم ثلاثه عشان نعمل سيلكت للتشيب لندخل هدول الثلاث اسمه شيب سيلكت طبعا لما يكون عندنا الرينج ثاني عندنا العنوان ثاني مختلف وعندنا اربعه مثلا اربعه اف 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 وعند من عند اربعه 000 لعند اربعه اف 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 بكون عندنا رينج ثاني وبالتالي بنحدد نعمل دائره بالناند والناند والانفرترز انها تخلي الرينج اللي اوله هان اربعه وهان اربعه والباقي كله من 000 لعند اف 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 هو يكون ايش الاكتف عنده تشيب سيلكت عشان ندخل بيانات على التشيب هذا اللي هو بيشمل مجموعه الميموري لوكيشنز اللي بيبدو بيش بالاربعه هذا حل كمان شوي حيوضح اكثر بشويه بس خليكم مركزين معي. When the address in the range يعني في الادرس في المجال تبعنا the output of NAND gate is low اذا كان بنخلي دائما بنخلي ان الاوتبوت للناند جيت لو عشان لما يكون الادرس تبعنا في الرينج فلو عندنا مثلا ثلاثة بدنا نختار 0011
نعمل ناند جيت بالانفرترز والناند بحيث يطلع عندنا ايش النتيجه صفر على الاوتبوت تبع الناند، بنوصله مع تشيب سيلكت بصير ايش التشيب سيلكت برضه صفر يعني بصير اكتف لانه هو اكتف لو وبنشغله. لو عندنا اربعه هنعمل برضه بالناند والانفرترز مجموع دائره معينه تستقبل ايش مثلا 100 تمام هي 0100 بتصير الاربعه بالهكسا ديسمال، ونخليه نخش على الناند تمام بطريقه معينه يطلع عندنا ذا الجهه الثانيه ايش زيرو برضه. فلما تخش الاوتبوت تبعها على تشيب سيلكت يصير التشيب سيلكت عندنا برضه ايش اكتف لو، وبالتالي يتفعل مجموعه العناوين هذا الرينج تبع العناوين اللي مقابل الاربعه برضه من عند 000 هيكس ديسيمال لعند اف 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 اتش هيكس ديسيمال تمام. فوين ذا ادرس ان ذا رينج ذا اوتبوت اوف بلاند جيت از لو اند تشيب سيلكت از لو اولسو، يعني This makes memory ايش active وبالتالي بتم ايش الرايت او الريد عليها استقبال او ارسال لها يعني تمام. مثال تبع تو هاي الموضوع برسمه تمام. عندنا هاي الذاكره وعندنا هاي ايش السي بي يو تبعنا. السي بي يو قلنا ابدا من الادرسنج من الصفر لعند ال 15، اللور ادرسنج من اي 0 ل اي 11 هم عنوان الميموري لوكيشن مواصلات عدل عمين على الايش على الميموري تشيب تمام. وعندنا هاي الايش التشيب سيلكت وعليه داش التشيب عليه داش من فوق يعني ايش اكتف لو اكتف ايش اكتف لو، عشان يصير فعال لازم يكون قيمته قديش صفر تمام يكون قيمته صفر. فقلنا من قبل بنحدد احنا انه الاعلى بنز لما 12 ل 15 الاربع بنز اللي هم بيكونوا عاد البتس تبعات مين تبعات في الهكسا ديسيمال كودينج للارقام مظبوط. فبالنظام السادس عشري عندنا اربع بتات او اربع بتات باستخدام الناند جيت هذه والانفرترات بنحطهم قبل وبعد لازم نخلي يطلع على الجهه الثانيه عندنا هان صفر يطلع لنا على الجهه الثانيه ايش هان صفر عشان نفعل التشيب سيلكت. عشان هيك احنا قلنا عندنا النتيجه ايش نستخدم هان لازم هو في الرينج تبع اللي هو اللوكيشن الرينج تبع بيبدا من 3 0 0 0 ثلاثة اصفار قدامه وهيكس ديسيمال عند 3 اف اف اف، يعني اول ايش بكون رقم الرينج رقم الرينج هذا يبدا بثلاثه، فبندخل الثلاثه هنا وبنحرص انه نشكل الدائره هان بالناند والانفرترز انه يطلع الجهه الثانيه ايش؟ صفر. عشان قلنا حطينا ما انه الثلاثه بتساوي ايش؟ ثلاثه قلنا في الهيكس ديسيمال واحد واحد صفر صفر مظبوط ولا مش ذاكرين؟ ايش الثلاثه؟ واحد واحد صفر صفر هذه هي عبارة عن ايش الايش يعني هذه واحد طبعا هذه واحد مش واحد واحد هان. فلذلك احنا ايش بنقول بنعمل ايش بنعمل عملية انه نعمل تحويل في الدائرة هذه هان بحيث ايش ما ندخل هنا يطلع الجهتين صفر. بما انه عندنا واحد واحد صفر صفر لازم يطلع عندنا الناتج هان نشوف الاول على الناند بالاول يطلع عنا انه هي اصلا اند بس انفيرتد فلازم يطلع عنا الجواب ايش هو واحد ونعملها انفيرجن بصير صفر. فهمتوا كيف؟ ناند هذه لازم تطلع عنا في الاول هي ناند بس معكوسه فالاند بتطلع واحد مثلا وعندنا الانفيرجن عشان ناند في انفيرجن فبصير صفر. فلازم نحرص انه يدخل هان يطلع على الاقل في المبدئيا واحد عشان ينعكس ويصير صفر. الثلاثة عندنا رموز قلنا ايش؟ صفر صفر واحد واحد، عندنا هان واحد وعندنا هان واحد 100% مظبوط، خليناهم زي ما هم واحد واحد، شايفين هم 12 و13 ما عكس لهم، وعشان يكونوا هذول كمان دخلوا واحدات عشان يطلع على مبدئيا واحد وينعكس يصير صفر بعدين، قلبنا هان البن، حطينا عليه انفيرجن وكمان انفيرجن، فصار الصفر صفر هذا بتصير مباشرة داخله ايش؟ واحد واحد، تمام خشوا هان خشوا كلهم على الدائرة هذه اللي الآن أصلا. ايش دخل صاروا وحدات فما انها اند حتطلع الناتج من اند واحد وعلى الاوتبوت في عندنا كمان انفيرجن عشان هنا اند بصير الواحد بصير صفر تمام. لما يصير يطلع في هان صفر بصير ايش الاوتبوت تبعها لو اللي هو صفر بخش على التشيب سيلكت صفر هي اكتف لو بصير اكتيفيتد لمين لمجموعه العناصر اللي هم ايش يبدوا بيبدوا برقم 3 هيكس ديسيمال اللي هم ايش 0 1100 تمام. هذه الفكره ورا الموضوع كيف استخدم الناند جيت من اجل مع انفرترز من اجل افعل السطر اللي بدي اياه وحسب الرقم الداخل حسب الرينج تبع الادريسز بحدد شكل الدائره هذه انها تستخدم او تستقبل اي رينج من الادريسز
هان عندنا ثلاثة عشان يصير عندنا يدخل يصير كلهم داخلين داخلين كلهم واحد واحد واحد. خلينا الأصفار زي ما هم مع قصدهم مش وعكست إيش عفوا خلينا الوحدات زي ما هم زي ما هم ما عملوش فيهم إشي وعكست الأصفار عشان يصيروا وحدات. فصاروا كلهم أربع وحدات داخلات طبعا هو آن بتطلع آن وعكستها على المبس صفر صارت عندنا هان أكتف لو بس إن شاء الله تكون وضحت الفكرة تمام. طيب القصة عنا إنه عنا كان في المثال زي ما أنتم شايفين عنا one memory chip يعني memory chip واحد، فمش فيش داعي أصلاً نستخدم 12 ل 15 ونعمل NAND ونعمل chip ونعمل inversion لأنه أصلاً مدام أكتيف لو حط chip select مباشرة على الجراوند على الجراوند بصير صفر وبصير أكتيف. في الحالة هذه فلا يلزم إنه نعمل عملية إيش. طب ليش بنستخدم بقول بدنا NAND وإنفرترات كمان شوية بنوضح، بس لانه في الحاله هذا عندنا تشيبسيت واحد هذا اللي هو ايش مكان يكون حياخذ ايش العنوان تبعه ويستقبل عادي، فبش عندنا اشكاليه انه يتخربط العنوان لا تخربط او يصير خلط بالعناوين بين هذا تشيب وتشيب ثاني، فبالتالي لو حصلناه مباشره على الجراوند مش حصير ايش بس حصير مشكله، لكن بتصير مشكله في ايش في حالات اخرى حنمر عليها كمان شوي. مبدئيا memory is connected to the system without saying any logic gates create a lesson. بمعنى الياسس هذه انه لو عملنا الحالة هذه قبل شوية وعملنا بدون logic gate كتحديد العنوان المناسب زي ما قبل زي في المثال اللي قبل الاخير اللي هو اصل المثال اللي كان فيه ناند يعني عندنا بصير عندنا ايش الياسز. طب ايش الياسز هذه؟ انه سيم ديفايس ويز مالتيبل ادريسز يعني بصير نفس اللوكيشن نفس اللوكيشن مجموع له ايش اكثر من عنوان يعني اكثر من عنوان نفس المكان وهذا اسمه الياسز لازم الواحد يتفاداها قدر الامكان. فاكزامبل او مثال على ذلك ان سيستم ذا فيرست لوكيشن اوف ميموري هاز 16 ديفرنت ادريسز من 000 هكساديسيمال لعند ايش F00 هكساديسيمال. All of the above addresses refer to the same location لأنه كلهم ابدوا بالاصفار ها تمام لعند ال H كله لأنه فيش عندنا عملية فيش عندنا في الأول لأنه ايش لكل نفس اللوكيشن لأنه ما فيش عندنا غير chip واحد وما استخدمناش أي gate تحدد. فعملية بدام عندنا هان 0 1 2 3 4 5 6 لعند 16 اللي هو ال F حتكون كلهم بعبروا عن نفس المكان اللي هو ايش بعبروا عن نفس المكان اللي هو قلنا فيه اول ثلاث خانات اللي هم 0 0 0 في الهكساديسيمال 0 0 0 كلهم ايش لهم نفس هذول نفس ايش العنوان. هان نقول في عندنا يعني كمان زيرو زياده بالمناسبه يعني هان ثلاث اصفار بعدين رقم عندنا هان اف 0 0 0 يعني ثلاث اصفار نقول لكم في المنطقه هذه خطا مطبعي هان نقول كمان صفر يكون. فالعموم كل خانة الأصفار هذه العناوين كلها هذه اللي بده بصفر وبده بواحد وبده باثنين وبثلاثة وأربعة وخمسة عند F حتكون تعبر عن نفس المكان وبالتالي في عندنا ايش؟ multiple places multiple addresses for the same location هذا اسمه aliasing. هذا خطأ أو مش خطأ هذا بيعمل مشاكل مستقبلي لو حابين نعمل extending لمين للذاكرة ونكبرها. لذلك التفادي الaliasings في البداية مع الكونستراكشن تبع الـ CPU أو تبع الكمبيوتر عشان ما تصيرش المشكلة الموجودة. المهم all of the above addresses refer to the same location of memory since some bits of the address or some bits of the address bus هم A12 15 are not considered. في المانوال الأبر bits يعني هم من A12 ل A15 12 13 14 15 الأربع الأخرانيين مش مستخدمين فبالتالي بصير العنوان نفسه مكرر لنفس المكان كله أصفار 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 بدون مشكلة in the address decoding تمام. فالديكودر حيفهم انه كل العناوين هذه نفس المكان لانه اخر اربع بتات اللي هم الابر بيتس بس سميناهم العلويات مش مستخدمين تمام. طيب هذه نقطه. طيب in some cases we cannot omit the logic gate في احيان ليش نمحي اللوجيك جيت زي ما حناها قبل شويه قلنا هو نعمل سي اس هذا تشيب سيلكت اكتف لو على جراوند وبصير شغال. لا ما ينفعش بعض الاحيان ليش؟ لانه يكون عندنا في الحاله هذه اكثر من ميموري تشيب مور ذان 1 ميموري تشيب عندنا 1 2 3 4 شايفين. فها في المثال هذا حتلاقيه مثلا عندنا بناخذ عنوان اللي هو A13 A14 A15 للادريسز فاستخدمنا بس الابر 3 بيتس عشان نحدد ايش
الشيب تبعتنا هاي، فاستخدمنا 13 و14 و15. عندنا بنبدأ هان طبعا أول شيب بنبدأ وين؟ بالأصفار، تمام؟ ما عندنا إني نبدأ بصفر صفر صفر، تمام؟ صفر 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 عشان نخشوا عنان ويطلع منان على الجهة الثانية واحد وينقلب بصفر صفر بعدين، لازم نعملوا هان انفيرجن، انفيرجن، فلاحظتوا حاطين هان انفيرجن على المدخل تبع النان، انفيرتر انفيرتر انفيرتر، صار الصفر صار صفر صار واحد، والصفر هيك مرة صار واحد، والصفر هنا كمان صار واحد، صار عندنا واحد واحد واحد. بعد ما كان بدأ بصفر صفر صفر تمام، فبستوعب بصير واحد 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 في الآن بيطلع جواب واحد، بنعكسه برا على الأوتبوت تبع الناد بنعكس طبيعي، بصير عندنا صفر، بصير عندنا اكتيفيشن للتشيب سيلكت لايش؟ للايش؟ الرام زيرو، للرام زيرو اللي هو بلوك رقم زيرو تمام، الرام واحد ايش رقمه؟ واحد زيرو زيرو، فخلينا الواحد يخش زي ما هو، والاثنين زيرو زيرو عكسناهم عشان يصير عندنا جوا واحد يخش هون ثلاث وحدات، يطلع الجواب واحد مع الناند يصير زيرو يصير زيرو، يصير عندنا اكتف لو على الشيب سيلكت. قلت نفس القصه هان اللي هي عند ايش؟ عند الاثنين اللي هو بتكون اللي هو ايش رقمه؟ زيرو ون زيرو مضبوط، بتلاحظوا على ثاني واحد بتلاحظوا انه هو مش فيش عليه انفرتر، لكن وين في بخش زيرو وزيرو في انفرجن، لانه زيرو ون زيرو رمز الايش؟ رمز ال رمز الواحد بالباينري تمام؟ عفوا رمز الاثنين في الباينري. وهان عندنا ثلاثة 0 1 1 زي قبل شوية 0 1 1، بس هنا عندنا واخدين 3 بت مش 4 بت، فصير عندنا اكتيفيشن هان بعكس الزيرو الأولاني اللي هو من تحت، واحد واحد دخل صار عندنا جوا جوا واحد كله وحدات، الآن بتطلع واحد، وعلى الانفرجن تبع النات بصير كمان مرة 0 بيطلع ايش؟ فبيطلع عن تشيب سيلكت على الرام 3، وهيك بيختار الرام 3. إذا اكتيفيشن لأي بلوك نستخدمه باستخدام البوابة هذه بيتم دائما زي ما شايفين في الرسمة وشرحتها كويس سرقيتها، باستخدام أي ناند وانفرترات نقدر نعمل اكتيفيشن عن طريق الشيب سيلكت هذه لأي ميموري لوكيشن وأي ميموري تشيب حابين نخزن عليه حاليا. والعنوان كله طبعا الباقي بيكون هان شايفين من اي 12 من اي 0 لاي 12 كله بخش يحدد عناوين على ايش؟ على الشيب سيلكت اللي بدنا اياه، بحدد اللوكيشن باستخدام اي 12 من اي 0 لاي 12 اللوكيشن، ولما حدوا عليه تمام ايش بنخش على الشيب سيلكت الجيم اكتف بندخل. طب هان برضه خش العنوان هان من اي 0 لاي 12 برضه على بلوك بس على الرام 2، طب ليش بخزنش عليه كمان؟ لانه كان مرسل هان انه من المرسلين من 13 14 15 مرسل شو هو؟ مرسل الرقم 3، فكان اكتيفيشن جاي هان اكتف لو على الشيب سيلكت هذا، فطلع عندنا هان ايش؟ هان صار الاكتيفيشن على الرام 3 فخزن هو. لما وصل الثلاثة هان ايش كان الوضع عندنا في الثلاثة هان؟ عندنا وصل هان شو على الثلاثة؟ وصل عندنا على الثلاثة هذه اللي هو قلنا ايش؟ 0 1 1 مضبوط 0 1 1، حتلاقي عندنا هان 0 قلبت مضبوط صارت واحد، لكن عندنا هان وال 1 دخل صار عندنا اثنين، لكن كان عندنا هان كمان صار 1، ال 1 هذا لما دخلت على الانفرتر صارت صفر، فالان طلعت شو هو؟ صار عندنا الان داخل عندنا واحد واحد صفر، طيب صحيح؟ وبالتالي بتطلع الان صفر، بعكسها الانفرتر بصير واحد بيكونش عندنا ايش؟ اكتف لو. نفس القصه هان لو دخلنا عندنا هان 1 1 0 هيعكس واحد وواحد وزيرو، فبالاخير حصير شو هان؟ حصير عندنا داخل عندنا الان صفر مع الواحدين، فالان حتطلع عندنا شو؟ زيرو طبعا لانه الان لازم كله واحد عشان يطلع واحد مضبوط، فيطلع عندنا زيرو، فهيعكس هذا الانفرتر حصير واحد، حصير واحد تخش واحد على الشيب سيلكت، الشيب سيلكت مش حصير اكتف، فبتلاقي الرام واحد مش حيتفعل، فبتفعلش الا اللي هو ايش؟ الشيب المطلوب اللي هو 0 1 1 مثلا، في حاله اخرى بتكون ب 0 1 0 هذا بيكون 001 او هكذا بيكون التفعيل عشان نخزن في اي ميموري بلوك. هذا اسمه الجيت ادرس ديكودر، هو بيعمل تفعيل لاي بالضبط وين نخزن في الذاكره الشيء اللي بدنا اياه، او بناء على ايش؟ على الابر بيتس الموجودات هنا هنا، وطبعا الادرسز هذه مكررات دائما، وهذا شغل الباس سيستمز. قلنا الباس سيستمز بيسمح لجميع البيانات تتنقل فيه زي السيارات في الشوارع، بنستخدم نفس السترايبز هذول، نفس الشرائح الباصز هذول نفس لكل البيانات، اللهم مع العنونه بصير وين يروحوا بالضبط على اي اتجاه ويخشوا في اي مكان ويتخزنوا في اي مكان او يتاخذوا ويقرأوا من اي مكان في الذاكره. فهمتوا؟ ربطنا الموضوع ببعض، باصز ادرس ديكودر استخدام نفس اللاينز
لا 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 نقل البيانات من وإلى، لكن باستخدام الادرسنج والديكودينج. تمام. نيجي هان كمان مرة نوضح بزيادة في القصة. In some cases we cannot omit the logic gates. قلنا قبل شوية زي لما يكون عندنا ايش whenever there is more than one memory chip. في حال زي قبل شوية ما نقدرش نمحي الممر تشيب لأنه فيه أكثر من ممر تشيب. In this system for ايش مثلا for 8K multiplied with 8 memories are used together to provide 32 كيلو memory. طبعا locations and 8 memories. تمام. في الحالة هذه بدنا نختار عن أربعة ثمانية بلوكات أو أربعة بلوكات وكل واحد فيه ثمانية كيلو لوكيشن وما إلى ذلك. The data bins of the memories are connected to being to the data bus. The data bins مباشرة موصلة مع الـ data bus بتاعت الـ CPU. تمام. The lower bits of the addresses from CPU lower bits هذول go directly to the memory chip addresses bin. يعني زي ما قلت في البداية قبل شوية هاي lower addresses من A0 لـ A12 السفليات بيطلعوا بيكونوا موصلين مباشرة مع الميموري تشيبس عدل كلهم نفس التوصيلة فيش فرق. اللهم الاختلاف بصير في الابر تشيبس زي ما قلنا قبل شوية. The upper cases the upper ones are used to activate the chip select pin on the of the proper memory chip. يعني هذا بيستخدمه من اجل اختيار او تفعيل التشيب تشيب سيلكت على الميموري المناسبة زي ما تو شرحت. فمثلا في عندنا رينجز من هي من 000 الهكساديسيمال لعند 1FF اللي هي اتش. يعني من كل ما في عندنا زيروهات لعند يبدا ال 1 مثلا يكون عندنا هذا الرام 0. ال 2000 لعند يبدا الثلاثه هو الرام 2 هذا الادرسنج تبعه. يعني طول ما عندنا اثنين شغال. وبعدين عندنا رقم الاربعه لعند ال 5FFF يعني لما يبدي هذا مثلا الرام 2 حسب استخدامه. زي ما ملاحظين انتم احنا اخذنا اثنين بالتالي. من 0 لعند الواحد حياخذ الرام 0 ومن ال 2 لعند الثلاثة حياخذ الرام 1 ومن 4 لخمسة حياخذ ايش الرام 2 وهكذا في الرينجز. وكيف ما يخش في الاول 0 ولا 1 0 ولا 1 ولا 2 تمام حيكون هو استخدامه باستخدام ايش ال هذا استخدام ال هذا استخدامه بس عشان احدد اللوكيشن حنخزن فيه. تمام. اوكي جنرال سبيكينج وي كان ديزاين سيميلر سيركتس باي يوزينج بارشال ديكودينج هاوفر ان سيستم ويتش نيد تو بي اكسباندبل وي شود بريفنت الايزينج باي يوزينج اول ادرس بينز اذروايز وي ويل نوت بي ايبل تو اد اكسترا ميموريز ان ذا فيوتشر. بمعنى انه احنا بشكل عام نحكي احنا لازم نعمل ديزاين لسيمبلر سيركتس باي يوزنج بارشل ديكودينج. يعني لازم نستخدم ايش دوائر ابسط وعن طريق استخدام يعني عنونه او تشفير جزئي للعناوين بارشل ديكودينج. تمام مش كامل بس لازم على اي حال انه في السيستم اللي بنحتاج فيها نعمل اكستندينج للميموري مستقبلا لازم نتفادى اليازنج اللي هو انه يكون للوكيشن اكثر من عنوان عشان نقدر نعمل اكستندنج باستخدام العناوين هذه. والا حيكون ايش عمليه الاكستندنج للميموري ومكبر الذاكره في المستقبل غير ممكنه او صعبه جدا غير ممكنه او صعبه جدا. تمام. نيجي هنا على حاجه اسمها ايش 74LS 133-38 ديكودر. هذا الديكودر عباره عن ديجيتال ديكودر هو عباره عن بوابه منطقيه برمجه للديكودينج. تمام مش زي قبل شويه بالاند والاور هو شيء يعني هو قطعه جوا هارد كودد هاردوير كودد يعني كود برمج فيها تعمل عمليه العنونه. يستخدموا باي ون اوف ذا موست وايدلي يوزد ادرس ديكودرز. هو هذا اكثر يعني من اكثر الديكودرز استخداما حتى الان في الصناعه وفي الديجيتال تكنولوجي في التكنولوجيا الرقميه. The three inputs ABC المداخل هاي الثلاثة ABC generate 8 active low outputs تعمل إخراج أو تعمل generating لثمان إيش ثمان active low outputs. يعني من Y0 ل Y7 هاي active هذا الأوتبوت كلهم active low كلهم بطلعوا أصفار. تمام تمام of output. تمام Each Y output is connected to CS of the memory chip. يعني كل واحد من هذولا مربوط وموصول على الجهة الثانية على CS تبع memory chip محدد. فمثلا ال Y0 محدد مع memory chip 0. ال Y1
مربوط مع السي اس تبع الميموري تشيب 1 وهكذا، واي 2 موصل مع السي اس بن تبع الميموري تشيب 2 هكذا. G2A and G2B are both active low and G1 is active high. يعني عندنا هان تحت G2A G2B هذا active low، بمعنى يخش عليهم اصفار بتفعله، والG1 بتفعل مع الواحد يعني active high. مش حتى ما فيش عليه داش، مش معكوس لانه بتفعل مع الواحد. If G1 G2A or G2B is not connected، تمام، اذا كان G1 G2A و G2B مش connected نعمل شو؟ لازم نعملهم تفعيل. كيف نفعلهم؟ بنوصل الـ G2A والـ G2B على الجراوند عشان يصيروا قيمته بصفر وبتفعله، وبنوصل الـ G1 Active High على الـ VCC اللي هو مصدر التيار الكهربائي الـ 5 فولت تبعتنا مثلا، فبصير عليه واحد يعني هاي فبتفعل. تمام؟ اوكي. عندنا هان ديكودر هذا ان ذا 3 بنز اي بي سي جت زي ما حكينا قبل شويه اتش واي اوت بوت، وهي عندنا ايش التيبل تبعته. عندنا انبوتس انيبل وسيلكت، عندنا جي 1 وجي 2، عندنا اكس وهاي، اكس انديفايند وهاي هاي، وعندنا سي بي اي اي بي سي يعني المداخله هذه اي بي سي، اكس كلها ايش غير معرفه، والال اكس هامبرز غير معرفه، هاي هاي كله بيطلع عندنا هان هاي هاي، يعني على المخرج كله هان هاي، وبالتالي فيش عندنا شيء مختلف، فيش عندنا في الحالتين هذول اللي هو ما قلنا الجي 1 او الجي 2 بتعمل اعطينا اكس، بكون عندنا هان اي بي سي كله اكسات، وبالتالي بيطلع عندنا الواي 0 لواي 7 تعطي هاي، يعني لم يتم اختيار اي تشيب سيلكت، لانه هو يقول هذول اكتف لو بيعطوا لو عشان يتصلوا مع مين؟ مع الجهه الثانيه اللي هي تشيب سيلكت، بده برضه اكتف لو. تمام؟ بعدين لما نلاقي عندنا الجي 1 لما نلاقي عندنا هان ايش الجي 1 والجي 2 صار عندنا هاي لو، بنلاقي عندنا الاي بي سي عندنا ايش؟ لو لو هاي. تمام؟ في الحالة هذه عفوا هاي لو، صار عندنا لو 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 كله هون صفر صفر صفر، بنلاقي عندنا الواي زيرو صار شماله؟ صار زيرو، صار عندنا زيرو يعني ايش؟ هو لو هو اكتف لو، فبيطلع عندنا الواي زيرو موصول مع الشيب سيلكت تبع الشيب سيلكت تبع الميموري زيرو فبفعلها. تمام؟ لما صار عندنا هان بدل ما يكون عندنا صفر 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 صار عندنا ايش؟ واحد صفر صفر اللي هي رقم واحد، بصير عندنا الواي 1 هو اللي انفعل عليه اللو. تمام؟ هكذا وهيك هيك بيشتغل التيبل تبعته. لما يكون عندنا يصير 1 0 1 في ايش رقم ايش هذا؟ رقم ايش؟ رقم 2 الرقم تبعه اللي هو بصير فعل ايش؟ تشيب رقم ايش اللي هو 0 1 0 اللي هو رقم 2، فبتفعل عندنا الواي 2. لما نلاقي عندنا هان هاي 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 اللي هي يعني ايش؟ انه 1 1 1 بكون عندنا تشيب رقم 7 اللي هو هان بكون عندنا صار لو، هو يكون فعل رقم 7. هاي التيبل تبعته هيك بيشتغل عشان يفعل اي اوت بوت، هيك شغله وهيك هيك نعرف انه بيشتغل. تمام؟ حسب الادخال اي بي سي بيطلع لنا دائما ايش؟ هذا اللوز، ولما يطلع لنا لو بيكون اللي عقباله هو الفعال في الحاله هذه. تمام؟ وبالتالي لما يطلع لنا لو حيفعل التشيب سيلكت اللي عقباله في الذاكره. تمام؟ هاي كي نوصلها كمان مرة، مثلا هاي نفس المثال عندنا الأربعة موصولة مع الشيب سيلكت تبع الإيش؟ تبع الإيش؟ اللي هو الميموري تشيب رقم أربعة مثلا. فلما يصير عندنا هان صفر بفعل الشيب سيلكت، بصير عندنا الدائرة اللي هي دي 0 ولا دي 7 8 بتس بدخلوا على الميموري تشيب اللي هم تم اختياره هو. تمام؟ والأدرسينج طبعا من اي 0 لاي 11 زي العادة عارفين في 12 بت للإيش؟ للأدرسينج الأول أربعة أول 12 عفوا بكون هم للعنوان العنوان اللوكيشن في داخل الشيب، وهان الواي 4 بس بحدد انه هو هذا الشيب تم تفعيله عشان اوكي يعني 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 يستقبل البيانات يستقبل البيانات الدخلات ولا ما يستقبلهم، مفهوم؟ زي بالضبط نفس القصه اللي قبل شويه 12 بت للادرس في داخل الشيب، وعندنا 8 بت 8 بت تمام من هيها 8 بت للداتا، وعندها في الحاله هذه بدل الاند والاند والغيره الاند والجيت. تمام؟ بدل الاند والناند دخلنا بس عن طريق الايش اللي هو الديكودر هذا ال 74 ال اس 138 استخدمناه عشان بس نطلع منه 8 بنز هذول من واي 0 لواي 7 عشان نحدد بالضبط احنا بدنا اي تشيب سيلكت نعمل له اكتف لو اكتيفيشن يعني عشان يستقبل البيانات هو بالذات. فلوكينج ات ذا ديزاين اوف فيجر على المشاهدة فايند ذا ادرس رينج فور ذا فولوينج، هذا كمثال نجيبها عندنا ليش الاي واي 4
وال B Y2 وال C Y7 تمام. هاي المثال عن ال Y4 فبدنا نطلع هنا نعمل ال Address Range لل Y4 وال Y2 وال Y7. ال Y4 حيبدأ وين؟ بالأربعة مظبوط، فحيبدأ من 4 0 0 0 لعند ال 4 إيش F F F. نشوف المساكي في الحل هان هنلاقي هان نفس الموضوع Y4 إيش will be selected when A14 A13 A4 A12 بساوي إيش 100 0 اللي هي إيش رمز مين؟ رمز الفور مظبوط، رمز الفور هو 001 بالباينري تمام. The remaining اللي هو من A0 ل A11 اللي هم 12 بت الأولانيين will be 0 for the lowest address and 1 for the highest address، بمعنى الادرسنج الثانيات كلهم حنعوض عنهم من A0 لعند A12 اللي هم 12 بت، بناخذ شو هو 0 1 2 3 اللي هم اول اربعه اصفار، وبعدين هان ليش 4 5 6 7 4 كمان اصفار، وهان 8 9 10 11 كمان اصفار، بعد 12 13 14 15 اخر اربعه هذول هم الاكس العنوان تبعنا الاساسي اللي هو الواي 4 0 0 1 وحطينا ال 15 يصير صفر عادي. فالرينج حكون بالاصفار هذول كلهن لعند ايش؟ لما يكون لما يصير عندنا ايش؟ اف 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 اللي هم في الاخر ايش؟ اف 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 اللي هي اتش في الهكسديسيمال يعني 1 1 1 اربع مرات، بعدين 1 1 1 بعدين 1 1 1 لحد ما تمشي عندنا 12 بت وحدات اللي هم عباره عن ثلاث افات هذول، وهذول وراه وهان هذا رمز ايش؟ الاربعه بالباينري 0 0 1. اذا الادرس رينج حسب المثال ادرس رينج for the Y4 بساوي إيش من اللي عندي 12 صفر لعندي الأربعة أولهم لعند 12 واحد والأربعة في آخرهم من هان زي ما احنا شايفين الرينج هذا، وهذا رينج is Y4 is إيش الإكس ديسيمال نرمز لها 0 0 0 4 2 F F F 4 في الإكس ديسيمال تمام تمام. نيجي على الأدرس إيش رينج for Y2 بكل الشوط في الحالة هذه 0002 لعند 2FF نفس القصة هذه تمام. هاي الترميز الاختلاف بيكون زي العادة في أول أربعة بيت زي ما حكينا قبل شوية، لأنه عن طريقهم بنحدد في الديكودر تبعنا قبل شوية، أو زي ما عملنا بالناند والأند بالناند والإنفيرتر قبل في أول المحاضرة إيش كيف نحدد نعمل chip select ونحدد أي chip حيكون هو المفعل عشان ندخل عليه إيش البيانات. إذا الموضوع الهكسديسيمال والكودينج بالهكسديسيمال نحدد تشيب سيليكت ونختار حنطلع البيانات على اي بن زي ما انتم شايفين، مهم جدا نفهمه كويس لانه هذا خربطه فيه بسيطه بتخلي البيانات تتخربط ويطلع لنا النتائج غلط لو عملنا برنامج وحولناه للهكسديسيمال ونقلناه للمعالج. اوكي فعندنا ها كان مره هاي البي زي ما قلنا اللي هي واي 0 بساوي 0 من عند 0 0 0 لعند 2 هكسديسيمال لعند اف 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 لعند 2 هكسديسيمال. الواي 7 نفس الموضوع طبعا 7 على اقصى اليسار على ابر الابر بنز يعني، ومن الاصفار لعند اف اف نفس القصه من اي 0 لاي 15 حتلاقي كله اصفار لعند 12 13 14 1 1 1 0، وهان حيطلع لنا ايش 1 1 1 1 لعند ايش 12 13 اللي هي 7 1 1 1 هي هذول السبعه اخر صفر. لو عندنا 15 رقم حيطلع لنا اربع وحدات تمام. هذه هي عمليه حل كيف نعمل عمليه ترميز الى حد الادرس رينج في الداتا في العفوا في الـ في الـ في الـ في الميموري تشيبس، وحد نعمل سيلكت لها للميموري تشيبس المناسبه باستخدام العنونه بشكل صحيح تمام. فهذا كان مثالنا. نيجي على القصة هذه، حنلاحظ انه المثال اللي عملناه في السلايد رقم 18 وكان حاطين هان ادرس بنز هان ادرس بنز وعندنا عناوين مباشرة هي الاي 0 الاي 0 لعند اي 12 موصلات كل واحدة على الرام واحد رام 0 رام 1 رام 2 رام 3 نفس كله مكرر. اللهم انه هان بدل ما كنا عاملين ناند وانفيرترات على الاي 13 اي 14 اي 15 دخلناهم بدل الاي بي سي على الادرس ديكودر هذا تبعنا اللي هو 74LS 138 دخلنا عليه الاي بي سي وعملنا جراوندنج زي ما شايفين هنا عملنا جراوندنج لمين للجي 2 والجي 2 اي والجي 2 بي عشان يصير هم اكتف لو، وحطينا الجي 1 زي ما حكينا قبل شوي على اكتف هاي حطيناه على مصدر التيار الاي بي سي زي 5 فولت وربطنا هان
ال Y01, Y2, Y1, Y2, Y3 هذول كاوتبوتس طبعا لان هم اخترناهم عندنا 0 1 2 3 اخترناهم Y0 1 2 3 4 لانه عندنا بالضبط 4 برضه هم تشيبس. طبعا عندنا اكثر كم مدينا برضه هان للخامس والسادس والسابع فصير مساك عندنا 4 نمبر تشيبس فاخترنا Y0 Y1 Y2 Y3 فقط لان عندنا بس عندنا 4 وربطنا الاوتبوت اكتف لو مع تشيبس اللي اكتب على رقم 1 Y1 مع رقم 2 Y2 مع عفوا Y2 Y1 مع رقم 2 Y0 مع اللي هي رام 0 طبعا والثالث اللي هو Y2 ربطناه مع الرام الثالث اللي هو رام 2 وال Y3 ربطناه مع الايش مع الرام الثالث اللي هو مع الرام الرابع عفوا اللي هو اسمه اللي هو رام 3 لانه بدنا من 0 1 2 3 لاحظته فالصفر بيكون 1 عمليا في التقييم في العد يعني فالصفر ربطناه مع الصفر اللي هو رقم 1 والواي واحد ربطناه مع الرام واحد اللي هو رقم اثنين وهكذا تمام. هذا بالنسبة لمحاط ايش لادرس ديكودينج والديكودرات بس في ايش في الذاكرة وفي المعالج الدقيق. ان شاء الله بكون الموضوع واضح ومفهوم كويس. واذا كان في اي حاجة او اي استفسار راح نعمل لقاء مباشر على جوجل ميت او الزوم عشان نوضح المشاكل هذه يعني تترددوش في ترسل رسالة على الواتساب جروب من أجل توضيح أي شيء مش واضح. وإن شاء الله تبقوا بخير وسلامة وصحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء.